اشرف اخويا احنا معاك حبيبي, احنا معاك خويا. صباح النور مومو. صباح النور غزال, كلشي بخير؟ صافا لاباس عليك الحمد لله. مون بليزير دابا اون لين. مرحبا اخويا اشرف, مشرفين حبيبي, مشرفين اخويا. بغيت تستعيط ليسرى مرتك؟ وي نو ماشي مرتي, ان شاء الله ناوي ان شاء الله هاد لو مون ان شاء الله نمشي لدارهم ان شاء الله. وهاد الايام الاخرى هاد لي دي دانيي جور فريمون مشاكل, صداع, ستريس, تقلبات عليا. وبغيت نعيط ليها باش نقول لها بلي راه كنبغيها قدام العالم كامل وتتصبر عليا غير شويه وراه ما بقى والو. شنو اللي وقع؟ علاش تخاصمتو؟ علاش تخاصمنا؟ سي بوغ جالوزي. بعدا لو بروبليم اسونسييل سي كو انا جي شونجي الخدمه ديالي. اييه هاد لي مول الاخرين جو سوي ديفوني اكرو الخدمه. كنت كنخرج من كنخرج غير كان شاك ويكان شاك ويكان ما بقيناش كنشوفو. هي خدمات ولا لي زوغي ديالها ماشي بحال ديالي انا. سامغيف باغفوا كنت خدام لو سوار ما دونك ما كنهضرش بزاف مع الخدمه وهذا. سي بوغ سا. و كيستيون اخرى سي كو ولات كيستيون جالوزي من من كل شيء. من كل شيء من اي حاجه غير اي حاجه غير لفات غير التليفون غير يصوني يكون معاه غير يصوني كديكلونشي مشكل. حيت ما كتشوفوش بزاف الواحد حتى هادشي اللي كيوقع باش ما كتلاقاوش بزاف ما كتشوفوش بزاف. فوالا فوالا ديك الساعه الشك والظن وان بعض الظن اثم. عيطوا ليسرى يكون خير اخويا اشرف. انت شنو عندك شي تاريخ اللي غتمشي باش تخطبها؟ ان شاء الله باقي ما قلت لها والو, ما بغيت نقول لها حتى شي حاجه. تندير عليها شي خيز وتلقاني عندها في الدار ان شاء الله. هو ان شاء الله مرة العيد الكبير ان شاء الله. الا الا واحد راسك ما ديرش سيربريز نضم شويه ديال السيربريز. جاي غادي ما تعلمهمش غادي نيشان شويه قاصحه شويه صعيبه. فوالا سي صح. واحد غير شوف النظام, النظام خصو النظام في العلاقه والنظام في لا سيربريز والنظام في هادشي كامل. نعيطوا ليسرى خويا يكون خير ان شاء الله. كاين شرط واحد في الكونتاكت اللي كنعيطوا ليه خصو يقبل يهضر معها اللي ما عيطها قبله استقبل المكالمه. الو يسرى اش اخبارك؟ الحمد لله. معك مبارك عرفتيني بخير صح لاباس؟ وي كلشي بخير الحمد لله. هاد وي هادي وي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. بوزيتيف يا على بوزيتيف. راك معنا في الكونتاكت يسرى. كاين واحد السيد اللي معيطنا ولا عطانا من التليفون ديالك بيهضر معك قدام الجميع قدام الملايين المستمعين والمستمعات. واش دوزوا لك؟ وي عرفتي شكون؟ وي اشرف. وي 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 اشرف هضر معاها. يسرى صافا؟ بغيت نعيط لك, بغيت نعيط لك المومو, بغيت هو يعيط لك نقول لك قدام العالم كامل بانك اغلى حاجه عندي في الدنيا. هاد الايام ولينا كنتخاصمو بزاف جو سي كو نقص شويه من الاهتمام ديالي من جهتك. مي كنقول لك راه سي جوست كيسيون ديال الخدمه, سي جوست كيسيون ديال ستريس ديال الخدمه. وكان بغيت نقول لك كلشي غيرجع كيف ما كان, فريمون كلشي غيرجع كيف ما كان. وكنطلب منك اونكور اون اوتر فوا بوغ داكشي اللي طرا بيناتنا. تو دوموند فريمون ديزولي قدام لو موند كامل. كنطلب منك ديزولي ديزولي ديزولي. وبغيت نقول لك جو تام جو تام جو تام بلوس كو تو. فوالا هادشي اللي بغيت نقول لك. وكيستيون ديال لا جالوزي والغيره جيسبيغ انها ما تبقاش. وتي سي تخي بيان كنتي اللي عندي في الدنيا. فوالا هاي توجور لا جالوزي خاص غير ريكلاج لا جالوزي ولا خاص راه داك لو ريكلاج ديال لا جالوزي هو اللي تلف ليا شويه. مسامحين صافي؟ وي صافي. وي 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 الله يكون بخير. الله يكون بخير اخويا الله يفرحكم. راه يسرى بلاتي باش ما نوقعش عاوتاني شي سوء تفاهم. راه قالت لك جو تيم ما سمعتهاش واقيلا اشرف. قول راه قالتها لك واقيلا ما سمعتهاش. ما سمعتهاش ما سمعتهاش. الله يخليك ليا اصاحبي. راك دوب شنو نقول؟ مرحبا مرحبا الله يكمل لكم بالخير مشرفين. دير معنا كونتاكت تصلحوا الامور. مرحبا. هاي كلام جميل تهضروا وتكلموا وتفهموا وتعبروا مهم جدا. 0530 330 330 0530 330 330. الو كي دايره عائشه اش اخبارك؟ كيداير لاباس عليك؟ الحمد لله عائشه كلشي بخير. مرحبا عائشه.
عايشة بغيتي تعيطي لفاطمة الزهراء بنت خالتك؟ بنت اختي ماشي بنت خالتي. بنت اختك مالك معاها؟ ايوا انا كنتعال دغيا كي مومو وليت معصبة هاد الايام. مالك وليتي معصبة هيك لاباس؟ ايوا غير على شي امانة كانت عندها ولقيتها ناقصة. ايوا هي ما كانتش ناقصة مسكينة غير كانت قاصلاها على جوج بلايص باش تبقى عاقلة عليا. بالضبط ما مشيت وكت البلاصة الأولى اللي مشيت وكت داكشي ناقص وانا نوض ليها ما خليت لا شي من العيار. الصراحة الله هي دايرة في واحد الخير كبير ما خلات ما دارت فيا. جدت عزيزتي لها؟ عايرت فيها ما خليت لا شي خناعة وعييت ما نطلب منها السماحة والو. شوية يعطيك حل. زربتي عايشة كتزربي عايشة زربتي؟ شوية كنزرب أمو أنا هي كنفعل. ايوا لا تحكمي في راسك تحكم في راسك بعدين تحكم في راسو مزيان. دابا انت كنتي مسلفه دابا شنو كنتي كنتي مسلفه؟ لا ما مسلفاهاش انا حاط من عندها مخبيهم عندها معايا الصراحه بالله هي واخا نعطيها فلوس الذهب اللي عطيتها كيبقاو كما كانوا واخا كما عطيتهم لا كما كيبقاو صراحه. هي دابا هي كتقاسمهم باش تخبيهم مزيان زعما كل بلاصه عاقله عليهم وداك الشيء. وملي كنعيط لها في التليفون ودابا ملي كيقولوا لنا ملي كنقول لها انا راه عايشه حتى فاطمه الزهراء تنحيلي كتقطع كتقول لي انا ما بقيتش كنعرف هذا الاسم هذا مره. مشيت لعند اختي وترجيتها وكل شيء كتقول لي احنا ما بقيناش كنعرفوك نهائيا. صافي هاد السنيه هادي غير ضربي عليها راه واخا ديري اللي درتي حتى ما حتى ما تاهي اختك هي بقاش كتهضر معاك. لا الصراحه بالله امو الا جينا الصراحه والله العظيم انا كنشد براسي ماشي غير عيق ماشي غير عيق لا حول ولا قوة الا بالله غير غمضت عيني وحلت فمي. ولا والله الا حل وعرفت شنو هو عرفتي وهادي 10 سنين وانا نعيط لك كان عندي مشكل مع راجلي وبغيت نعيط لك والو ما كتشدليش حتى دابا لهاد المشكل هذا تشديت فيه وراجلك بعدا بخير راجلك قديتي مع الامور كلشي تصلح والله رحمه الله الناس ما حليتيليش المشكل الله يرحمه ويسهل عليه نعيطوا لفاطم الزهراء الله نعيطوا لفاطم الزهراء نعيطوا لها أقول لي ما كنعرفكش انا عارف أقول لكم ما كنعرفهاش هي انا هاد السيده هادي ما عمري ما عرفتها. هو نتمنى عند الله خير عند الله خير ان شاء الله يكون خير. عيطوا لها دابا قبل ما تعيط لله يرحم والدك السموم انا راه قد الوالده ديالك وقيله بغيت منك واحد الطلب ما فيه لا فلوس لا دار لا حتى حاجه ولكن خصني بوحدي نهضر معاك بوحدي. واخا لا مرحبا غادي نعيط عليك واخ دابا راه شوقتيني دابا بغيت نهضر معاك دابا نقطعوا هادشي ونعيط ليك ولا شنو نديرو دابا؟ قطعوا وعيط لي قطعوا عندي هذا الموضوع اهم والله ما بقيتيش باغا تعيطي لفاطمة الزهراء؟ ما بقيتش والله العظيم. واخا لا مرحبا انا نهضر معاك من غير اللايف من غير المباشر. مرحبا نهضر معاك دابا غير بغيت نعيط لفاطمة الزهراء يكون خير ان شاء الله. لا ما تعيط لا فاطمة الزهراء لا والو هضر نعيط هذا المشكل باش ما نتقلش عليه. واخا لا مرحبا ما بقيتش كاع باغا تعيطي لفاطمة الزهراء كاع ما بغيتش نتخالح. واش انت درتيها سبات فاطمة الزهراء باش تهضري معايا؟ والله العظيم هادشي درتي ياك هادشي راه عايشة هادشي ياك ياك عايشة والله العظيم ما كاين حتى مشكل مرحبا انا نهضر معاك دابا فاطمة الزهراء ما نعيطوش لها ما بغيتش تعيطي عليها؟ لا ما تسالي معاك هاد المشكل ولا حليتي لها هاد المشكل بحال اللي صالحتيني معاها اصلا هي مع السوق الخبر لهاد المشكل بحال اللي هي عجي عندي. وما بغيتيش تقولي لي قدام الناس؟ لا ما بغيتش نقول قدام الناس بغيت انا وهي تسمعني. دابا بلاتي دابا خلينا نعيطوا دابا لفاطمة الزهراء ياك ومن بعد نهضر معاك صافي؟ واخا يلاه بشوية عليك. انا اضحك سمعك كلش نحبسو دابا قلتي نحبسو دابا انا اضحك سمعك راه غنعيطو لفاطمة الزهراء ونصلحوا الامور ومن بعد نهضر معاك غيكون خاطرك صافي غيكون خاطرك راه عائشه ما كاين مشكل. مرحبا عائشه. الو فاطمة الزهراء. السلام عليكم شخبارك لاباس عليك بخير صحه لاباس الحمد لله ربي يخليك الله يرحم والديك. معك مومو عرفتيني؟ وزل رشيده؟ لا انا ولد رشيده انا انا ولده انا يا مومو انا منشط في هذه الاذاعات بدا اذاعات ايت راديو عرفتيني الاذاعه كدا يا ضيوف. مرحبا سيدي مرحبا عرفتيني ما عرفتينيش؟ لا باقا ما تاكدتش عليك المرضي. واخا لا ما كاين مشكل هو انا سميتي مومو منشط عندي برنامج في الصباح ياك لالا وعندنا واحد الفقره في البرنامج الناس كيعيطوا لبعضياتهم كيهضروا قدام الملايين المستمعين والمستمعات واخا ونتي يا لالا واحد السيده هي عطاتنا نمره التليفون ديالك بغات تهضر معاك قدام الجميع بغاتطلب منك شي حاجه وبتصالح معاك وبتقدم معاك الامور واش ندوزها لك؟ دوزها مرحبا. الله يحفظك يا لالا شكرا بزاف فاطمة الزهراء هضري معاها. الو ربيعة. سلام كي دايره لاباس؟ لاباس عليك لاباس الحمد لله ربي يخليك.
وانا راه كنت دايره ربيع الصيفي مع فاطمة الزهراء ودابا بغيت نصالح معكم الله يرحم الوالد. حتى مشكل الله يسامح الله يسمح علينا. دابا شكون هذه اختك عائشة ولا بنت اختك؟ هذه اختي هذه اختي ماشي بنت هذه اختي. واخا. الله يحفظك الله يحفظك عائشة نعم خاصك شوفي خاصك دابا تمشي عندهم تلاقي معاهم. لا نمشي لعندهم ضروري انا وخاصه يوم في العراش نمشي عندهم في العشيه صافي ضربي حديد ما حدو سخون صافي عائشة وما فرحني يا مومو فرحني انا مومو نهضر معاك دابا صافي مرحبا ما كاين حتى مشكله خليك معايا عائشة نهضر معاك من غير المباشر 0 35 300 300 دير معنا الكونتاكت دابا عائشة شو دابا اش غيوقع انا شحال كيوقع دابا المستمع والمستمعات غيو يعرفوا الموضوع المهم نهضر معاك خارج المباشر ومن بعد يكون الخير ان شاء الله الله يقدرنا على فعل الخير الله يصوب امور الجميع دير معنا الكونتاكت مرحبا 0 35 300 300 مرحبا انا شخبارك كلشي بخير تمام لا الله يحفظك اخي موت الله يحفظك غزال كلشي بخير وعلى خير اخويا حمزه اخويا انس مرحبا اخويا انس الله ينورك انت مرتاح صحيح لاباس كلشي بخير حبيبي غادي بتعيط خديجه مرتك ياك ياس خديجه راه وقع بيننا واحد المشكل تنقول لك حنا مازالين الله عرس الجداد اييه هذه واحد الصريم بالزوين ودابا المشكل اللي هي عندها هي كتقول لي كتبيني البلاد وانا مع الخدمه مستريسه ومرض كنغوت عليها بزاف انا حاليا ما عنديش مشاكل في العائله ومع مستريسي مع الخدمه تعندو للدار عيط تجبد لي الموضوع ديال البلاد صافي نبدا نغوت انا هذاك الشيء وهي كتقول لي دابا كتقول لي تزوجنا تتبدل شي حنيه تيجي كتغوت هكذا هكذا باش طلع من الصباح انا تهضرنا واخا قلنا راه ما تبدل فيها والو ما درتها مبغيك وكذا ما عيرتيها ما سبيتيها ما والو لا كنفعل داك الشيء حيت مستريسي شويه من جهه الخدمه وهي باغتكم تسافروا وانت ما قادش ما يمكنش ليك ياك غنحاول دابا انا كنقول لها غنحاول ولكن هي فهمتي كتضغط عليا بزاف واخا النقير النقير اخويا النقير خاص كنت فاهم واحد خاص كنت فاهم وتجلسوا وديروا بلانينغ وديروا البروغرام ديالكم على قبل وقت العطله وقت الخدمه وهادشي كامل هي خدامه هي خديجه لا حاليا كتهبط ما خدامهش واخا خويا واخا انس نعيطوا لخديجه يكون خير ان شاء الله تدخل تهضر معاك الله يحفظك خير مهم الله يحفظك انت معاها في الدار دابا لا حاليا بقيتي عاد غادي من خدمه للدار دابا يلا خويا نعيطوا لها يكون خير ان شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام خديجه شخبارك كلشي بخير تمام الله لاباس الحمد لله معك مومو عرفتيني عرفتك كلشي بخير العائله بخير لاباس جوجك الخير الله يحفظك خديجه حنا راك معنا في الكونتاكت نعيطك في الكونتاكت كاين واحد السيد معيطنا باش نعيطوا لك باش يهضر معك قدام الجميع قدام الملايين المستمعين والمستمعات واش ندوزوا لك الله يحفظك شكرا دابا ما بين القصص اللي كتعاودوا لنا وفاش كنعيطوا كنهضروا مع الشخص المعني بالامر كيجينا الفرق طرافات بخير تروكيل واخا انا صدر مع خديجه سلام خديجه كدير بخير لاباس لاباس الحمد لله عيني مرتاحه واش بخير كنت بغيتي مع لويزه اللي خليتك الدار الحمد لله بصح واه ما اتصلت فيك دابا غير باش نقول لك اسمح لي ولا كنغوت لك نغوت عليك داك في عارف انت كيف كنفع هذا ولا وجه مشكل بلا ان شاء الله ما يكون على الخير وغنمشي ان شاء الله وديك نقول لك اسمح لي قدام الجامع ونقول لك اني كنبغيك بزاف ما سمحتك حتى انا كنغوت لا دابا خاصكم انس وخديجه خاصكم تريقلوا الموضوع دابا لا صافي نقول لها غادي نمشي نكون هاني صافي البلاد ما تبقاش مقلقه وما على حالك عارف هذا مضغوط من جهه الخدمه و واخا البلاد وكيفاش انس صافي فهمني المهم البلاد ان شاء الله فهمتك اخويا دابا خديجه باغا تسافر ياك باغا تمشي للبلاد انت هي مازال ما عرفتيش امتى غتاخذ العطله باش تقدر تمشي معاها ياك لا باش نقول لك واحد الحاجه انس شنو حيت دابا قالت لي ماما
قالت لي حيتاش ماما صونت على ماما الاخرى، قالت ليها غتمشي معنا خديجه حيتاش اسبوع نهار السبت، وقالت لي غادي تمشي معهم حيتاش خمس ايام اللي بقات نهار الخميس. قالت لي راه خلاك انا سيري معاهم. قالت لي حيتاش الا مشيتو، قالت لي حيتاش الا مشيتو كاملين النهار اللي تجاو غتبقاو زيرو ديرها وما كانش باش تشريو العيد باش تمشيو الشمال. صح تعالى الله تعالى الله ما يعنيك لله. دابا درتي حسابا بمعنى انت غتمشي لبنت بوحدك ياك؟ غنمشي مع ماما. غتمشي بوحدها دابا؟ ايوا صافي ماما. ايوا الحد تلقى كاين الحلول موجودين. ايوا الحمد لله الحلول كاينه. الحلول كاينه. الله يجزيك بخير. تزوج شهرين 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 باش تزوجتوا هذا الصداع هذا من بعد شهرين ديال الزواج؟ لا بلاتي وبلا مشاكل. نتمنى لكم عمركم يكون عندكم مشاكل وكل شيء كتهضر عليه وكل شيء كتفاهم عليه وكل شيء كتفقوا عليه وكل شيء كيدوز بخير. الله يكمل عليكم بالخير. الله يكمل بالخير انس. الله يكمل بالخير خديجه. مرحبا مرحبا انس تحيتي. ايوا نعطيك الراحه الجامعي ان شاء الله. دير معنا الكونتاكت عندو معكم اللي بغيتو 0 35 330 330 0 35 330 330.